إذن الكلمات هذه تتفاضل فيما بينها، نعم أفضلها إيش؟ لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة التي من أجلها نزلت الكتب وأرسلت الرسل وجعلت الجنة والنار وشرع الجهاد، نعم، والتي الذي لم يقلها لا حظ له في الجنة، والذي مات عليها فهو من أهل الجنة، وإن فعل من المعاصي ما فعل يعذب على قدرها أو يعفو الله عز وجل عنه. بشر من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه بيش بالجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم.